شاء الله تبارك الرحمن. من امس السيل شغال وما زال يجري بعد. كل كواشيت ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا طلح ابو سعود الاشجار ما شاء الله تبارك الرحمن. غدانا ان شاء الله ان شاء الله بالشعيب، اتوقع 90% سايل ما شاء الله. اشجار الطلح وكانك في غابه، لان هذا كله شعيب اللي هو شعيب جراب. واضح ان امس ماشي بس اليوم ما في شيء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخي. الكشتة بالشعيب مختلفة تماما عن كشتة النفود، عن اي كشتة ثانية. شوف الطلح ما شاء الله، هذاك ابو سعود الليدر. طبعا هذا تدري موسم الطلح هذا زهر غرام العوم، هنا يجيب مناحل نحالين، يجيب نحالين. اوه لان كمية الطلح ما شاء الله. الوادي هذا النحالين هنا حق الطلح طبعا شوكية حيل وقت الطلح. والله يا هني يا لهم فهد. ها قايلين قايلين نايمين، الله يسعدهم ويطمنهم يا رب. الله يطمنهم بس لا يعبر السيل. مساكين مشكلة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. قايل لكم كشتة الشعيب غير والطلح. يا سلام يا سلام. سبحان الله، شوف شوف الطلح واشواك الطلح. من هالسنين يوم احنا نروح الاردن لجنا الحفاظ ابرد ابرد بالليل زمان. مكتب موجود يعني احنا جايين عليه. ما شاء الله. يقول فهد لي الحين الما من الزلفي يروح الى اسديه، ترى تابع عليه شيء فايز اجراب تبع الزلفي ولا تبع لا تبع المشمع علي. ما ادري والله لا والله اشاعات يعني والله نمسح ما يتجرى اكيد. بس اقصى واحد يتوقع يمكن سجن 10 سنين، واحد يتوقع سجن 10 سنوات يتجرى يسوي شيء. العماله بعضهم ما يعرف يعني اللي مسلم وفي شكل يعرفون للعقوبات، يعرفون ما شاء الله. هذا من فوق يا أحلى الشعيب. بشهر خمسة اللي راح كنت يذكر بوشربة بشهر خمسة بعد ما تعيدنا مناطق هنا وشمال جراب أبد صورت حتى أني ذاك اليوم برسلت عندك تصدر زامة جاء سبحان الله ربيع متأخر عجيب ذاك اليوم صح يوم فطرت أنت أبو سعود عقب حتى بالعيد لا جينا عقب رمضان. لا بس أنا أقول ذاك اليوم عجيب تأخر ربيع شيء عجيب. أذكر زامة شيء عجيب يعني شوف
ما ادري اذا تسمعون صوت، انا اقول هذا صوت فروخ، الربع يقولون صوت حشرات. واضح؟ اسمع صوته هنا. اي اي فروخ ولا حشرات؟ ما اشوف الصوت هذا على طول قريب. واضح يا جماعة؟ هل هذا صوت حشرات ولا صوت فروخ؟ قريب حيل. مستخدم الصوت صح؟ حشرات هذه اللي شفت اللي بتركيا أول روح اللي بالغابات. نسمع. نفس الصوت بالضبط. حشرات ترى مو طيور. وفي هنا. تدخل حلوه الشجر هذا تعطيك الاجناب كلها الحقيقيه غيرهم حقيقيه ما تغشك تقول لك والله وليد في دخل ترى عبد الله في الحين اي شفت عبد الله سبحان الله حجم وضخامة أشجار الطلح هني في الشعيب قريب من الزلفي والأعجب صراحة وأنا أتدبر وطالع أقول يا أخي سبحان الله على قساوة شوكها وأحجام الشوك هو مثل الأبر وأكثر بعد من الأبر إلا أن الإبل تستلذ فيها سبحان الله وسبحان من خلقها وسبحان من خلق الإبل شوف كمية الأشواك ومع ذلك الإبل تستلذ فيها هذه الطلح ما شاء الله تبارك الرحمن هذا في شعيب بقر بالقرب من الزلفيه